قراءتكم وتعليقكم على الأحداث اللي صايرة في مصر؟ الأحزاب الدينية ما نجحتش. تقصد الإخوان ما؟ الإخوان وأي حزب ديني ما تصورش. من النصر من قبل أنا من حقهم بالحكومة الحكومة متونة دار الحكومات اللي كانوا معناها حاطين على المرس. نعم. بعد عام أنا ما أصبحت شيء شعب مصر دخل دوامة كبيرة وفخر وفهمين. المحور الأول هو فشل الإخوان في تسيير مع الدولة ومحاولة الإخوان للسيرة على المفاصل الدولة. الشيء اللي وقع في مصر متولد على ثلاث عناصر متشابكة. الأول هو فشل الإخوان المسلمين في إدارة الحكم وتوجههم نحو أسلوب ديكتاتوري فاشيستي في الحكم على المتحكمين في كل شيء يحكموا بحسب ما تديه عليهم مصالحهم الضيقة ومراوش مصالح مصر ومراوش معنى ثقافة مصر ومراوش تنوع مصر ومراوش حضارة مصر ومراوش الشعب المصري. هذاك علاش فيش الشعب المصري اللي تابع في اللي صاير في مصر. تقعد مصر فهمتني الدولة العربية تقعد تهمنا كدولة عربية. وبالنسبة لي صاير في مصر تكرر في تونس شوفوش مستبعد الشيء اللي صاير في مصر تو ربما شوفونها راح تكون. يعني تتوقع انه يصير يعني سيناريو مماثل في تونس؟ متوقع. يمكن وارد من اي منطلق يعني؟ نفس الاشكاليات اللي صارت في مصر هي صارت في تونس. الشعب ما يصبرش شنو الشعب صار على الشر ما نور البطالة ولا عدة أشياء كان يطمع في أشياء من اللي قال فيها حتى 5%. نعم. أنا المحسوبية قاعدة موجودة كذا هي كل شيء قاعدة موجودة والأحداث كل قاعدة كذا صار كان بالعادة بعد ما أنا كان سوى ولا على خطر بقص شيء بل بالعكس كذا البطالة وكل شيء كل شيء ما نصورش بس يصير بدوس. أول حاجة إحنا شوي واعين أكثر من مصر. ما هو شو بس يصير في تونس؟ علاش مش بس يصير خطر الطبقة تونس بصفة عامة فن التوانسي هم ملكيين برشا حتى كباش توصل الحكاية عادنا عباد مفقف عادنا عباد يعني تفهم ما معنى الديمقراطية. أنا في مرحلة صعيبة خايفين باش تصير الحكاية هذه نابي حول الله بقدر طبعاً مش مستمع خاطر ذا مجردين بتاع الشعب التونسي حتى النخبة السياسية متاعنا فاهمين معرفة جسوي سير وقت باش يروها باش توصل الحكايه هذه العباد الكل باش تتوافق على حل يرضي التوانسه.